السلام عليكم إخواني أخواتي، جيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال مدينة وليلي. هذا هو المدخل لمدينة وليلي، المهم جينا أنا وأصدقائي ديال الدار هنايا. داكشي هي سلام، ويمكن كاين شي حاجة ديال فوزتين، عفوا عند هاد الدرجة هنايا كنهضرو البداية. صندوق البليصة، البليصة هذه هي اللي فيها غير شي بعض الأحجار، يعني اللي عندها تاريخ طويل، زيادة من 1040 سنة. انتوا شوفوا معايا، وكل حجر السمية ديالو يعني بالفرنسية والإنجليزية العربية. شي حاجة يعني هذا الصديق منعم ملحية، هذا الخو دري عبد الله، هذا اسمه ورداج، اسمه ديالو خريطة المدينة، يعني ملي غدخل مش من جهة غتشد، ملي غدا ملي غتفيق غتسالي. محطوط كاميرات كدا مكاينش تما ولا شي حاجة، ولا هدا الحجر هدا مكتوب يقدر ميبانلكمش، يعني ما فيه واحد الكتابة ديال الرومان. يعني الرومان هما اللي خلفوا هاد الحجار، المدينة الرومانية من 1060، يعني فوقاش كانت المدينة، كانوا فيها الناس مشهورين معروفين، فرسان كبار. ثم كل حجار مكتوب عليه السمية ديالو. الحجر شكل ديالو سميه ديالو كتبو عليه عليها مدي كورتيل. سبحان الله، راني مروحش شوية وبغيت ندير شارك معكم هذا الفيديو. شوية وغادي نطلعو للمدينة، يعني البداية فين كاين المخلفات ديال المدينة. يلا مشي دابا نخرج نطلعو. هادي هذا أمين خوادري ونعيم، ثم هادي واحد معرفناش من المهم داكشي بدا يعني قديم ديك العهد، أو محافظين عليه اللي كيحيدو الربيع بدا كيشدو الحقيقة معتن بها بمعنى الكلمة. حنا طالعين دابا حنا عكسيين، فايضا نديرو اليسار حنا طلعنا اليمين، يعني حنا مغاربة دايما عكسيين. عندنا واحد الطابلو كيدلك يعني على يعني بحال جي بي اس غيديرلك واحد النقطة مكتوب عليها أنا هنا، يعني مهما وقفتي قدام البلاكا يعني قراتك انا هنا، يعني وانت بالفعل راك تما. المهم من الايام اللي غنبدا يعني نجمع الاسماء ديال البيوت، القصار، الحمامات، يعني داكشي المدينة كاملة. انا خصنا نطلع من هاد المنبر، كنا عندنا عكسين جينا من هاد الجهة.
شنو على البال قبل ما نوصل الطريق ديك الساعة اللي هي المدينة. انتم كنتم تشوفوا المأثير التاريخية عندها عمر طويل، كما كتشوف الإخوان هادشي عبارة عن أسوار قديمة، أحجار، دراكم. وانتم شوف الأسوار هنا كان ديور الناس ساكنين، نقولو حي، هنا كان شي حي. وانتم الأسوار هنا نصورلكم داكشي بعيد باش تبانلكم الأسوار الأبراج. زعما شي رائع، دورات روماني واعر. أنا أول مرة أخوتي بصراحة أول مرة كنوصل لهاد المدينة، وخا نعرف من 95 ساكن بنيت، أول مرة كنوصل لها في 2021. عندكم شوفو شوارع دروبا، يعني مدينة بأكملها بالعمارات ديالها كدا. حنا نوصلو لواحد يعني كاين واحد السيدة كتستقبل الناس عندها في الجزر ديالها، كاين داكشي يعني رسمين واحد الحجيرة صغيرين نقولو في الأرض، يعني 1060 وباقيين بالكولور ديالهم تقريبا 75% في الأصل ديالو، شيء أصلي. أشوف الديور دروبا زين، كيفاش كانوا هاد الناس تبارك الله باش هادشي غلط. هذا غير نص ساري طايح يهزو عشر بعض الناس ولا يهزو. عبارة عن دار، هادشي دار مرمص مرمين سديها صرف مع المدخل. التشكيل هنا كي داير هادشي نافع شي حمام، يعني انتم شوفوا مش قلت لكم يعني هذا الدار العائلة كانت ساكنة. عندنا واحد الحبال باش ما ندخلوش، يعني ما تخرجش من المنوال يدخل داخل قيصدر وكذا، ولكن ماكسيين دخلنا للداخل شتمنا وصورنا، ولكن ناقصنا تا حاجة من اللي دخلتهم الناس اللي كتبين في الحوار وكدا مكيدخلوش. دخلنا شي دار هذا البحر غريب، هذا الدنيا دار. شي بحر الناس كتزيلو القصر ديالها باش كدا، هي كتشوفو اللي حققتو
نشوفه ذاك المنزل في نص. من داك الشيء تبارك الله عليه وصافي. هذه هي في نص نشكر جميع المشاهدين والمشاهدات. المهم مازال نكمل معكم هذا الفيديو، يعني الفيديو هذا نقطع هذا رسالة، كنتمنى الله يكون عجبكم ونال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وزر الجرس للمشاركة. نتمنى مرة أخرى إن شاء الله غادي نكمل لكم على هذا المدينة، مدينة وليدي. السلام عليكم.